terapia, quant'altro, ci vedete in sé da Marie in sé, che ci vedete in sé, io, Tatatunia, Mustatia, e in Italia, che è da Rien, che è da مقاربة موضوع معين الذي سيرتبط بمحاكمة رمزية محاكمة من خلالها ظاهرة العنف في إطار النوع الاجتماعي وبالتالي يعني أن هذه المحاكمة الرمزية هي تحت شعار محاكمة عادلة. لماذا نقول عادلة؟ لأن العدالة هي تتغير دائما الإنصاف والمساواة، بينما تطبيق القانون في كثير من الأحيان لا تكون هناك الشروط الأساسية والصحية من أجل يعني تفعيله. إذن نطرح في إطار هذه المحاكمة مجموعة من المداخلات التي ترتبط بهيئة يعني الدفاع، التي ترتبط بالأخصائيين في مجالات متنوعة على مستوى العلاج النفسي، على مستوى الطب النفسي، وكذلك هناك مرافعة يقدمها محامي بالإضافة إلى المرافعة التي ستقدمها يعني جمعية المنتدى المغربي للنساء في إطار محاكمة العنف. نحن نطمح في إطار يعني هذه المحاكمة أن نرفع كذلك تحدي من أجل التحسيس والتوعية أن ظاهرة العنف ضد النساء لا يمكن مقاربتها مقاربة قانونية محضة، لا يمكن مقاربتها على مستوى الزجر والعقاب، ولكن يمكن مقاربتها في إطار مقاربة شمولية هي ترتبط أولا بالبعد الاقتصادي، البعد السياسي، البعد الاجتماعي، وكذلك البعد الحقوقي والنفسي و كذلك يعني المجالات المختلفة. إذا نطمح إلى أن تكون هذه المحاكمة في مستوى التطلعات والأنشطة الإشاعية التي تقدمها جمعية المنتدى المغربي للنساء كجمعية فاعلة داخل مدينة أسفي، ولها إشاعة كذلك حتى على مستوى الوطن.